بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الفيديو دلوقتي عن موضوعين جديدين. الموضوع الأول إن كلية الصيدلة بقت 6 سنوات مش 5، والموضوع الثاني إن الأزهر عمل طب خاص من 50,000 جنيه في السنة. طبعا الموضوع الأول الصيدلة بقت 6 سنوات مش 5. أعلنت طبعا وزارة التربية والتعليم إضافة سنة لكلية الصيدلة. السنة دي هيتم فيها برنامج صيدلي جديد خاص بالمواد الصيدلية لتطوير أداء الطلاب ومستواهم المهني للتعامل على المستوى الخاص للدولة. طبعا أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه بداية من العام الجديد 2019-2020 ستكون الدراسة في كلية الصيدلة 6 سنوات، على أن يشمل العام الدراسي برنامج خاص بالمواد الصيدلية. ده كان الموضوع الأول. أما الموضوع الثاني وهو التعليم الموازي، التعليم الموازي اللي هو مصطلح الطب الخاص في الأزهر. طب خاص بالأزهر 50,000 جنيه في السنة للمصريين و$7,000 لغير المصريين. طبعا أعلنت القطاع العام الأزهري أن هناك سيكون للطلاب الذين قد فقدوا الكليات القمة ويذهبون لكليات أخرى يدرسون بها، فأعلن لهم طب موازي أو تعليم موازي للتعليم العام وهو الطب الخاص، بشرط أن يدفع الطالب مبلغ قيمته 50,000 في السنة إذا كان مصري و$7,000 لغير المصريين. ويشمل هذا جميع الأقاليم وجميع الكليات الأزهرية، يعني إذا كان في أسيوط، في دمياط، في سوهاج، في الإسكندرية، أي كلية طب في الأزهر يشملها هذا النظام بنين وبنات. وهذا ما يطلق عليه التعليم الموازي بجميع كليات طب الأزهر بنين وبنات، والمجموع لن يقل عن مستوى أقل كلية طب في الجمهورية. يعني إيه الكلام ده؟ هو يعني بيقول اني لو مثلا طب دمياط اخذ من 91%، يبقى اذا ال 91% دي هتبقى هي الطب الخاص. يعني اقل حاجة في طب الازهر هتاخد المجموع ده يبقى هياخد منها الطب الخاص او الطب الموازي، والطلبة تخش مثلا اللي هي لم يوافقها التوزيع الجغرافي او الدرجات القليلة. تمام. وسيكون هذا بداية من هذا العام، وهناك كليات اخرى مثل الهندسة وغير ذلك سيتم فيها ايضا نظام التعليم الموازي أو التعليم الأزهري الخاص. شكرا، السلام عليكم.